اوكي نبدا في السيشن. لا قبل ما تبدا باش قلت تقول شنو بدات بالضبط على السريع. هي السيشن تاع امس. معاودها. من عاد السلايدز مره ثانيه ما درنا شيء احنا امس. لامس اعطينا السلايدز هما وقعدنا نعدلوا في درنا ديبن انستليشن جديده في السيرفر. كويس. هذا هو في فيديو كيف درنا نازل في اليوتيوب. ان شاء الله نازل تو جديد. ما درنا شيء نزلنا سيرفر درنا سيرفر انستليشن ودرنا بارتيشننج تاع مانو. تبع الوزن تاع الانستليشن. تو 12 سيشن مانو. بارتيشننج مانو بس. هي زي الاوتو غير مانو. نوتين سبيشال اباوت. غير درنا بارتيشن حوالي 60 جيجا بايت ولا 70 جيجا بايت للروت. ودرنا بارتيشن ثاني 5 جيجا بروحها. هذا هو. ايش هي 5 جيجا؟ تستك. قالوا يبوا يجربوا. درنا 10 سواب. نعم؟ درنا 10 سواب ولا؟ سواب درنا 10 جيجا بايت سواب. بس. امس تكلمنا على السلايدز ما بنعاودوهم حتى تو نخشوا فيهم عملي. عندنا ماونتنج اند بارتيشن اند ستورج سيشن 3 قلنا له سيشن اكس ليفل 3. خدنا من قبل كوماند اسمه دي اف داش اتش او دي اف اللي هو كوماند ذات ديسبلايز انفورميشن اباوت فايل سيستم ديسك سبيس يوسج اون ذا ماونتد فايل سيستم. يعني لما ندير دي اف حيعطيني الماونتد فايل سيستمز وقداش اليوسج بتاعهم قداش فري قداش يوز وهكذا. ودير داش اتش باش يعطيني بالميجا بايت والميجا بايت باش يسهل لي قراءة كبني ادم. في تاني كوماند كوماند دي يو تستعمله باش تعرف قداش فايل او دايركتوري معين قداش يستخدم من ستورج. استيميشن و ات ستاند فور ديسك يوز. حتى هو فيها داش اتش فلاج اللي هو معناها هيومنايز باش يعطيني ميجا بايت وجيجا بايت باش يسهل لي القراءة لان انا بني ادم ما بديش نفهم بالبايت. ففي كوماند جديد حناخذوه توا ال اس بي ال كي زي ما نقول ليست بلوك ليستنج ديسكس اند بارتيشنز. ليست بلوك ليست انفورميشن اباوت اول افيلابل اور سبيسيفايد بلوك ديفايس. يعني انا نقدر نعطي ارجيومنت على بلوك ديفايس معين نحدد له نبي ناخذ معلومات عليه او ندير ال اس بي ال كي بروحه ويعطيني جميع البلوك ديفايسز. It reads the SysFS file system and UDevDB to gather information. If UDevDB is not available or it's compiled without UDev support, then it will read the labels and UUIDs and file system types from the block device itself. يعني عنده capability. يعني بإذن الله معناها أنه يخدم most of the time. يعني ممكن ديما يخدم الكوماند اوت. ضروري تعرف ان في فرق بين انك تدير تارجت للديسك نفسه ديسك كامل او لبارتيشن معين. لما انا نكتب ال سلاش ديف سلاش اسم الديفايس ما نحددش اي بارتيشن اللي هو الرقم الاخير اللي في الديفايس معناها انا درت تارجتين للديسك كله. زي في حاله لما درنا بون لي ايزو بتاع ديبيان في فلاش درايف درنا تارجت للديسك كامل. ففي فرق وضروري تعرف امتى تبي امتى تبي تدير تارجت للديسك كامل امتى تبي تدير تارجت للبارتيشن. البارتيشن طبعا بيكون رقم مع اسم الديفايس. ليستنج ديفايسز ديسكس اند بارتيشنز تقصد نم الرقم اللي هو اس دي اي 1 اس دي اي 2 بالضبط. يعني انا لما نبي نكتب في اس دي اي كله ايزو مثلا ولا حاجه نبي ندير تارجت للاس دي اي كله بنكتب اس دي اي فقط سلاش ديف سلاش اس دي اي. لما نبي ندير تارجت للبارتيشن معين ندير اس دي اي 1 او سي اي 2 او البارتيشن نفسه اللي نبيه. هو اس دي اي من غير رقم معناها اخذت البارتيشن كله ديسك ديسك مش بارتيشن. مثلا ما تستنداش كبارتيشن. مثلا انت تبي تدير ايزو بوت اوف الديسك دير تارجت للديسك كله مش البارتيشن. من غير رقم اس دي اي. ضروري اس دي اي مفيش حاجه. لا في اس دي اي في اس دي بي وفي حتى حاجه ثانيه. تسميه ديفولت يعني ولا؟ على حسب نوع الديسك. نعم. يعني تسميه ديفولت ولا؟ تسميه ديفولت على حسب نوع الديسك. طبعا هي سكازي ما نعرفش بالضبط في مهم في ال في ام وحاجات زي هيك قبلها ال في ام لكن بقيت الهارد ديسك مثل سيتا وهيك يدير فيهم اس دي اي صار على نوع الهارد اس دي حاجه. نعم على نوع الهارد يعني ضروري تعرف نوع الهارد باش مش ضروري تعرف انت حتشوف بتلقاهم موجودات لما بدير واحد من الكوماندز هما كلهم حيوروك شنو عندك في الديسك في الديب بتاعك. يعني السيستم بيسميهم براحة فانت يعني ما زي ما نقول مساعده من السيستم
الى في ان في ام اي ولا شنو يكتب فيها بدايه هذه ادوات مش الاكتريه دي ما اس دي اس دي بي اس دي سي كله بالترتيب على حسب ما هو كان موجود فيرست. نرجع لدس ديسكس اند بارتيشنز في كوماند اف اس اف ديسك داش ال فورمات ديسك هو بتستعمل از روت باش يبدا عنده اكسس لكل الديسكس باش يعطيني معلومات عليها. It's also known as format disk. It's a dialogue driven command. يعني هو يساعد في الدايلوج يكتب لي يعني زي الوزر اللي عرفت يساعد فيه بالترمينال في اوتبوت انبوت الدايلوج تتحاور معه قبل ما تجاوب باش يساعد عليك مش انك بتكتب كوماند طويل وبترس انتر لان خطير شويه الكوماند هو تقدر يعني تمسح السيستم بارتيشن بتاعك ودير حاجه ثانيه بضروري تكون متاكد فلذلك اداره دايلوج دريفن كوماند اتس يوز فور كرييتنج اند مانيبيوليتنج ديسك بارتيشن تيبل يعني اتس مين يوز هو باش تدير بارتيشن تيبل جديده ولا تغير في البارتيشن تيبل اللي اوريدي عندك وفي نفس الوقت يستعملوا فيه فيو كرييت ديليت تشينج ريسايز كوبي اند موف بارتيشنز اون ا هارد درايف يوزنج ذا دايلوج دريفن انترفيس يعني عنده اكسترا كابابيلتيز احنا بنستعملوه لل كرييتنج بارتيشن تيبلز بس listing mounted storage disks تقدر command mount mount بس من غير اي argument بيعطيك جميع الحاجات اللي هي mounted في السيستم بيعطيك مجموعة كبيرة من الحاجات لدرجة انت احيانا بتحتاج تبحث عن طريق grip مثلا باش تطلع الحاجات اللي mounted من device معين انه في شوية دوشة زحمة هل بحاجات تطلع هو command بتكتب mount 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 اللي هو نفس كوماند بتستعمله بس دير ماونت للحاجات لكن تديرها ماونت بروحها يعطيك ليست الحاجات اللي ماونت عندك في السيستم. The mount command instructs the operating system to attach a file system at a specific directory. You can mount a file or directory if you have access to the file or directory being mounted and write permission to the mount point. يعني انا باش ندير ماونت لحاجة ضروري عندي permission للماونت بوينت اللي هو الدايركتوري اللي نبي ندير فيه ندير الماونت عليه. ويكون عندي اكسس للحاجه اللي نبي ندير لها مون في نفس الوقت. Unmount storage devs very easy دير unmount ودير slash dev slash device اللي تبي دير unmount او دير unmount وتعطيه الدايركتوري اللي هو mounted فيه الزوز يمشي مش دير unmount. Partition tables and partitions and formatting. طبعا لما بدير partitioning دي ما بتارجت هول ديسك هذه الميمو دايرها مش تفكرها والطريقة اللي بناخدوها احنا طبعا في كذا طريقة في مجموعة كبيرة من برامج في منهم حتى برامج ثانية باي ديفولت موجودة في ديبي انستليشن لكن احنا بنستعمل اف ديسك اف ديسك ضروري تستعمل على طريق روت او سودي سوبر يوزر وبتعطيه الهوت ديسك اللي تبي تدير البارتيشننج بتاعه تمام زي ما قلنا هو دايلوج دريفن كوماند يعني هنا بنكتب له ايش نبي ويعطي فيه وانا من غير ما نطلع من الكوماند قاعد البرنامج هو رننج يسال فيه ايش انت بدي تدير كل خطوه بخطوه زي الوزر لو نعطيه بي بيعطيني بيطبع لي البارتيشن تيبل الحاليه اللي عندي نفس الهارد درايف اهو حاليا تو عندي البارتيشن تيبل نكتب له ام باش يعطيني هيل وبنديره جي باش نديره جي بي تي بارتيشن تيبل هي اللي بنستعملوها تو لانها هي مور مودرن وطالع بعد ام بي ار وعندها كابابيلتيز اكثر زي كابابيلتي ان الهارد ديسك بتاعي يكون اكبر من الحجم بتاع اللي يدعم فيه الام بي ار وهكذا ندير ان للنيو بارتيشن وفي الاخير بكره بندير دبليو باش ندير رايت تشينجز عندي استعملوه عملي حاليا باش نعرف كيف نستعمله زي ما قلنا هو دايركت دريفن وكل ما بتغير حاجه تقدر يوريك شنو غيرت ومش حيكتب تغييرات لان في الاخير بكره لما تدير دبليو باش انت تقدر تكنسل في اي لحظه كان كده غلط ضروري تتاكد من ايش تبي تدير بالضبط فورماتي
طبعا بعد ما نقسموا الهارد درايف بتاعي درت بارتيشنز ودرت بارتيشن تيبل وقسمت بارتيشنز. تو نبي ندير فورمات، نبي البارتيشن هو نبي ندير فورمات على فورمات معينه مثلا اكس فات ولا اكس تي 4 على حسب انا وين نبي نشغل. مثلا اكس تي 4 يمكن مش حيخدم مثلا في ويندوز وفي حاجه ثانيه، اكس فات وركس ايفري وير هو مايكروسوفت تكنولوجيز، في غيرهم حاجات بتعرفوها انتوا. و يعني اللي يخدم على مايكروسوفت هذا هو بس اكس فات، بس اكس فات يخدم كل مكان بلا ما ندير انتي فس، وانا مخدم عليه حاجه حجم كبير. مدى شوف انتي فس كيف تنزل هذه الباكج اللي تنزل في الاكس فات سبورت، يعني بتكون زيها يعني حاجه قريبه لك بتدور تقريبا هو اللي حجم معين اللي اكس فات. لا يعني لو بنقول كل حاجه فايل اكثر من 4 جيجا ممكن يوقفني صح؟ لا فروض ميك فايل سيستم ام كي اف اس دوت الواحد، يعني دوت هي جزء من اسم البرنامج، يعني نحن فهمتك ام كي اف اس دوت اكس فات برنامج تاع ميك اسمه ميك فايل سيستم نزل عن طريق الكوماند هو، ولكن هو نازل من قبل عندي نت ما كان مش عندي قلت لك طبعا بدير سيروت، وهذا هو سيروت او سبريز تقدر تزيد ليبل تعطيه فلاج داش ان تعطيه ليبل فيدير الليبل اللي انت تبيها بدها تبي تسميها ليبل ولا حاجه. وفي الاخير كده تبي تعطيه البارتيشن مش الديسك كامل، مش الديسك كامل تعطيه سلاش ديف سلاش مثلا اس دي اي 1 اس دي اي 2 ولا اس دي بي ما اعرفش انت على حسب شنو هو اللي تستعمل فيه او اللي تبي تديره. ماونت ستورج تو دايركتوري في العادة أو historically speaking هيك ديما المونتد ستورج يديروا فيها في سلاش ام ان تي أو سلاش ميديا، لكن ما فيش رولز تقدر تحطها وين ما تبي، تقدر تحطها في أي دايركتوري مهما كان متشعب أو متشعب زي ما تبي أنت بالظبط. وتستعمل ديما الكوماند تستعمل تحط تعطيه روت باش يتأكد إنه هو باش يتأكد إنه تعطيه أنت برنامج هو permissions للديفايس والدايركتوري. و تستعمل البارتيشن نفسه وبتحطها في دايركتوري معين، دايركتوري اي كانت فيه العادة في سيشن تي سيشن من تي سيشن ميديا تقدر اي حاجه ما تنساش ابلود ميديا ضروري ان الكارثة لا تلقى موجود سوا واحد اوريدي تلقى موجود تلقى موجود لكن كان مش موجود في الكارثة هو فاضي تلقى ومهم كيستوريكلي غادي قوي قبل لما دي مونتي حاجه دي فيهم غادي، لكن بعدين ولا دي فيهم مستشار انا مش فيش رولز يعني زي ما تبي انت لما دير مونت كوماند يطلع لك وين هو مونت. ليست دايركتوريز باي سبيس يوز في برنامج اسمه ان سي دي يو مش موجود باي ديفولت تنزل كان كتب لي تستعمله باش يوريك يعني هو كونفينينت واحد توا زي الدايلوج يعني تمشي يمين ويسار يمشي يخش ويطلع من دايركتوريز اول ما تخش بدير سكان للسيستم تاعك بدير سكان للفايل سيستم بيطلع لك من اكبر لاصغر الفايلز والدايركتوريز اللي يستعملوا في سبيس اكثر واحد يستعمل سبيس حق اعلى واحد في الليست واقل واحد بالضبط بس تعرف وين سبيس ماشي كان انت عندك مشكله تدور في شنو ولا ياخذ سبيس تبي تدور حاجه كبيره تمسحها او تقلل المكان الثاني تستعمل كوماند هو دير داش اكس مش هوريك لوكال فايل سيستم مش هوريك حاجات مونتد اوفر نتورك تمام. ان سي دي يو كوماند بروفايد كونفينينت واي تو ريفيو فايلز اند ذا ديسك سبيس بين يوزد ان لينكس سيستمز تنزل بروحك كانت اوتو ماونت بارتيشنز ات بوت هو فيري دينجرس فايل سلاش دي سي سلاش اف ستاب الفايل هو في وين البارتيشنز اللي mounted on board زي ال system partition partition فصل السيستم نفسه slash root working يعني ما يعني لما بتعدى ضروري ندير double check كاركتر بتعدى ف your Linux system file system table aka fstab
is a configuration table designed to ease the burden of mounting and unmounting file systems to a machine. يعني إني مرات ما بيش ندير الموت مرة دي في ريبوت هلبة أنا يمكن تجد حاجة. تمام. الفستاب ما يستعملش في سلاش ديف سلاش اسم البارتيشن ديسك, يستعمل في حاجة اسمها يونيفرسال يونيك ايدنتيفاير يو يو اي دي. كيف نجيبه؟ عن طريق بي ال كي اي دي كوماند, هو تعطيه ال سلاش ديف سلاش شو تبي توصل يعطيك اليو يو اي دي بتاعه وبعدين تحطه في الفستاب كده. بي ال كي اي دي كوماند allows you to display information about available block devices. انت تبي تستعمل اف ستاب بس تبي تزيد ولا تنحي حاجه مونتد اون بوت تزيدها مثلا, انت عندك حاجه ديالك مونت وما تديرش مونت اون بوت, تبي تديرها انت تبي تخليها ديما مونت او تولع السيرفر ولا الكمبيوتر بتاعك تكون مونتد حاجه تبي تزيدها. انا الاف ستاب يستعمل في اليو يو اي دي يونيك يونيفرسال يونيك ايدنتيفاير. كيف تجيبه؟ انت تعرف مثلا انه هو مثلا اس دي بي 2 تحطها تبي تديرها مونت, دير بي ال كي اي دي سلاش ديف سلاش اس دي بي 2 يعطيني اليو يو اي دي هو بنحط في الستاب كمان. طريقه كيف تجيبها بس هذا هو هذا السلايدز. تمام. فنبخش تو في الجهاز في السيرفر الجديد باش نطبقوا الحاجات. احسن حاجه احنا عندنا بارتيشن فاضي, يمكن نزيدو مثلا فيرتشوال هارد درايف ولا حاجة حتى يكون صغير مثلا للسيرفر با ونطبقو كل شيء هنا. عندنا اصلا كل سبيسز ما هذيك بارتيشن تنديرو بارتيشن نبو حتى نديرو بارتيشن تيبل. انت قالك نضيف هارد ديسك نضيف هارد ديسك ثاني حتى 10 جيجا فيزيك تزيد للامان بالضبط. نديرو له كريت بارتيشن تيبل ونديرو له بارتيشننج بعدين نديرو فورمات البارتيشن فورمات عادي ما في مشكلة نزيدو حتى 10 جيجا 5 جيجا. شوف الوسط الشديد مرة جاي بداية السيشن تنزيدوا كيف نديروا ديسك اكستنشن وشرينك للهارد ديسك اوكي للبارتيشنز وبنبدأ نعطوا اساينمنتس للكورس. حننزل اساينمنتس نلاقي بعدين يغضوا الصبح انت نعطيكم في الجروب لينك تلقى فيه اساينمنتس فيه كذا حاجة تقدرها بس تتدرب على الموضوع اول على كل اخذناه قبل وتو. طب ومن ان نعطي اساينمنتس فبنبدأ نعطوا اساينمنتس مش حيكون فيها جريدي ولا اي حاجة الموضوع اللي كتب باش تجرب روح ويكون فيهم بإذن الله كل شيء استعملناه كل شيء درناه تقدر تستعمله في الأسامي الزامة طريقتك أنت. فكرت لها بس. لا السلامة.
الأول خليه بدي يزيد واحد تاني. بتزيدها هيك لا نبو هذا ديسك تاني. خليك متفضل. بدي بكنسل. خليك 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 متفضل. اول اول كوماند عندنا كوماند دي تو احنا هذا نفسه ديسك نفس السيرفر بتاع عامل زدناها ديسك ثاني 10 جيجا بايت المفروض يطلع ديفايس تام بروحه فتو هذا ديف وانا 10 هو شكله هو في دي 5 لكن ندير داش لا دي 5 قاعد 4.6 سواب سواب وقت مدير الستارت نفس الماشين انت مش تقدر شنو ما قدرت ما قبلهاش بس هي ريكت بريبوت هو نار ريبوت بالسيستم تقست لكن كبرت الماشين لا هو اكيد هذا اللي مفروض هنا ريبوت مش هنا ريبوتنج للقست لينكس أنا مرة في الدرس في المشين كامل ليش نتعلم في المية
يطلع لك في mounted device systems، فلذلك هذا ليش ما يطلعش فيه الديسك جديد في الديف؟ ديف يطلع في mounted بس. ديف وال اس دي بي حاليا ما مجرد هارد ديسك، ما فيش حتى بارتيشن تيبل. ما فصل شيء يعني. لو فصل بارتيشنز لا بارتيشن تيبل لا أي حاجة. فلذلك ما يطلعش لما يدير ديف. تمام. طلع على المقابل الأخير. طلع لما في يدير ال اس بي ال كي. لأن ال اس بي كي تورينا البلوكس كلهم، فهذا ديف كوماند displays information about file system disk space usage on the mounted file system. نعم والله حاولنا احنا ما ضمنش في كيف يمكن في كيف دير زوم ما هو مقصوص هلا زوم ما توريكش الا سطر اللطر اللي كتبوا فيه. كمان ثم يتحكم في خط الناس. ما نعرفش كيف كبروا وصابروا وغيروا في اللون. تاع العرض. ممكن كان نعطوه اي بي ونخش عليه السيتش لا احنا حنعطوه اي بي ونخش عليه السيتش ممكن يكون خطك اكيد يقدر معلش حب مشي اوكي لان نغيره ونخش على السيتش بعدين بنفتح السيتش عشان نكبر الخط لان في شيء يعني تبي ندير على طول اي بي ادرس توا ولا في المره الجايه ولا خط الولاد يعني نعطوه اي بي ادرس بس نقدر نخش على السيتش نكبر الخط براحتي حاليا عندنا IP address
10 100 160 دولار خلاص تقدر تخش على الانترنت وكيف الكارد تكون اشوف لسه انيبلد ايش فوق انيبلد 89 اوكي تشوف سيرفيس تخش حتى الفاير ما تشوفها لسه ولا انا انيبلد سودو لان انا مش في جروب سودو اه اوكي جاب حطه في جروب في في اليوزر مود داش اي داش جي لا بيقول لك من الاكونت بس كيف يعني ما اعطوكش واضح انك انت مش هو هيك يعطيك هذاك انه نتفاهم خلاص في حتى بعض كوماند ثانيات ممكن يطلع نتفاهم مع انه الكوماند موجود لكن ضروري تكون سودو في الجروب هذيك اللي تحكي الكوماند. جميل جميل ديستربيوشن بتاع لينكس كبير. تقريبا جميع. انا لما تبيش دير سويتش للنوت كيما تخش تشيك في الفايل بتاع سودو تضيف اليوزر بتاعك. تضيف اليوزر بتاعك في السودو. بعدين تمشي للنوت ان شاء الله. وطبعا هو السودو كوماند ممكن يكون مش موجود اصلا يمكن هو هنا موجود غير يمكن يكون مش نازل تقدر تنزله لقيت هنا فايل فيه سيتكس بتاع الكاست نفسه فيه فونت سايز في زي الهاشتاج يمكن ده ممكن تحط فيه تحدد فيه انت تحدد الحجم تحطه جهاز شايف افضل ان ده زرود اشرح لكم عن ده بس نجربه ده ولا مش بجربه شوي بخش عليهم جهاز لك توا غرة بخش من هنا باش تأكد انه يخدم باش كان ما يخدمش نشوفه شو صاير بالضبط بالقريقة Thank you.
دلتا كويس كازو ازو نور يا اوكي كويس ان شاء الله على 100% تبارك الله. فخندير كلير للترمينال درنا كوماند دي اف داش اتش داش اتش فقط باش يعطيني هيومنايزد اوتبوت. فمره ثانيه كوماند داش اتش ما يورينيش حاجه غير مونتد، يعني ضروري يكون حاجه بارتيشن وفورماتد باش تكون مونتد باش يوريها لي دي اف. مش حيوريك، فبنستعمل ال اس بي كي باش يعطيني المونتد من الانمونتد. يعني عندنا هو هارد ديسك ان بارتيشن حاطه هنا، وهذا البارتيشن بتاع هارد ديسك الاول بتاعي، عندي روت بارتيشن وعندي بارت 2 وعندي سبوت. بارت 2 ما حاجه له علاقه بالبوت، هو له علاقه بالبوت. يمكن بارت 2 هذا درناه احنا امس جست بروف بوينت، بس تديره وزيره ما تبغى ما تدري تبنى على بارت 2. درنا سبوت بارتيشن، نعم 10 جيجا اللي ضفناه تو ديسك تايب ديسك مش بارتيشن. قلت مش صار له بارتيشن صح؟ مجرد كله فري سبيس. لو انت بتضيف كمان تحت بنديروا له بارتيشن تيبل، وبعدين بنديروا له البارتيشنز، وبنديروا له فورماتنج بارتيشنز، وبعدين نبير يطلع عادي كي هارد ديسك ثاني ويمشي بالديرو مونت. بنديرو له مونت. في من البنات يعرف فيها الاسم بي ال كي اللي علاقه بالريد او حاجه هيك؟ ما اعرفش بالضبط. هم نركز على النيم و لا مش علاقه بالريد و تايب و مونت بوينت. لا تدخل البلوكات بتاع الهارد ديسك. خلينا نحوله كروت. بلوكس ليست بلوكس بتاع الهارد ديسك. ديرو اف ديسك سلاش ديف سلاش اس دي بي. على الطريقة هذه التارجت للهارد ديسك باش ندير لها بس التيم. زي ما قلنا هو داير دريبل كمان. فبيقعد يعطيني دايركت ندير ام يعطيني الهيلب بتاعه يعطيني شنو نقدر ندير شنو ما نقدرش ندير. دير له فورماتنج دير له بارتيشن تيبل. شنو اللي تعمل يخششها؟ ام فور هيلب يعطيك هي يكتب لك الهيلب زي مانيا. فتقدر تعطي بي باش يعطيك ال current partition table. مفيش هو partition table. دير له جي باش انت هيك اخترت انك بتعطي جي بي تي. partition table type جي بي تي.
بدير new partition عن طريق حرفين. يعطيني partition number v1 هو default راح. فبيختار ال first sector 1 بي نختار لنا first sector هو 2048. ما عنديش علاش بنغيره صراحة. لك تقدر غيره. شو هو السكتر؟ السكتر هو منين يبدأ الفاتيشن على هذا الديسك. منين يبدأ ولا السكتر بس تختار بس يطلع معك الحجم تاع البارتيشن تاعك. فأنا بنستعمل ال هذا الديسك كله البارتيشن واحد. اختار one partition of type Linux file system and size 10 gigabytes. لما جي نعطي فيه بكتب لي إن فيه واحدة حيكون فيه partition اسمها SDB1. طبعا ما كتبش أي تغيير مجرد أنا بنتأكد. وعطاني إلى الستاف اللي عنده يقدر يسكر فيه size و type. بس سمحني هو اللي قبلها مش حطيت الستارس من 2048 هذا أول سنة قبلها محجوز. يمكن هو اول حاجه يبدا بها هي يمكن الاول اللي قبلها البارتيشن تيبل اللي هي GPT. تقدر دير ام بي ار اي بطء بالضبط اي حرف تقريبا هي او ام بي ار هو نفس الدوس بارتيشن تيبل صح لا هذه ترجع المكونات اوكي نحاول نطلع ونديره مره ثانيه واظن كنا كيو يطلع من غير ما يدير شيء. نبدا مره ثانيه درنا في ديسك واعطيناه وين ديسك اللي بيه هو ديسك ما فيش اي حاجه في شيء بس تشتغل اعطيه بي تقريبا يعطيك انه هو ما فيش شيء بارتيشن تيبل ما فيش شيء. بعدين درنا جي باش نختار جي بي تي بعدين درت ان وطبعا كان نبي نعطيه ديسك كامل مجرد ندير انتر ثلاث مرات ان معناها نيو بارتيشن نعم اكستند ناخذوها غدوه قبل السيشن الثانيه نعطيكم شويه على كيف ديروا اكستند وشرينك البارتيشن تو احنا بس كرييشن فتو انا بجرد يعني فيري ايزي ندير دبليو ندير رايت ندير كيو كوت كانسل انا بدير دبليو معناته درت جي 1 بس ولا بعد هذاك بعد ما خشينا لل زي السلايد بالضبط درت بي بعدين درت جي بعدين ان جي وال ان بس جي وال ان واحدة جي بي تي واحدة نيو بارتيشن ايوه دبليو دار رايت تو انا غيرت اللي قبله كله ما يصير شيء انا نساعد في نفسي ونعرض ونشوف بس نتاكد اني ما نغلطش لان هنا فيري ايزلي كان بريك يور سيستم فتبي تتاكد انك انت درت اللي انت تبي تديره مش حاجه ثانيه تو كان بنشوف البارتيشن نمبر تو تقدر دير مثلا شوفوا ديف فلاش اتش ما يطلعش مازال عندي لما بي ال كي اي دي لا الاس الاس بي ال كي ولا الاس بي ال كي ايوه في الاس بي ال كي هنا اعطاني انه في بارتيشن اس دي بي 1 10 جيجا بايت لا تعرف السكتور السكتور هذا اللي فوق اللي فوق مش وحدات اللي فوق اي كمان فوق تدرس جي قالك انه دار جي بي تي بارتيشن نمبر شنو تبي ترقمه هو لما قلت له ان انا طلب مني ثلاثة حاجات انا بارتيشن في السيرفر نشوف النمبر بتاعه تمام هو طلب مني بارتيشن نمبر هو هذا اللي هو الـ SDA1 SDB1
والسيكتور هذيك هذيك بدايه ان انا عندي لان انا كان مدير اكستند مختار سبعه كان في المدير ديال اكستند للاس دي يمكن تقدر تقدر تختار سبعه تقريبا تختار ال 128 تقريبا تقدر تختار ال 128 ال 128 يعني بايتس بعد ما يمت بايتس والسيكتور السيكتور هو وين تبي يبدا مرات انت تبي يبدا في مكان معين تبي تخلي مكان قبله فاضي باش انت مثلا تبي تخلي سبيس ديبارتيشن قبله تبي دير فيه اكستند بعدين ممكن هو كذا اللي حاجه تعالج تحكم هنا ولاي سبب من الاسباب ما تبيش يبدا من البدايه تغير هذه ما دام قاعد جديد عادي تقدر تبدا من 2040 ولا 100 هو زي ما تقول 2040 لو لا ما خدام في الجي بي تي كان اكستند في كم ثاني كان اكستند كان اكستند تشوفه اكستند موضوع ثاني انت مش بالكوماند هذا قلت انت هذا تبي تدير بارتيشن تيبل فقط يعني بارتيشن تيبل من جديد وتدير بارتيشنينج يمكن لو عندك فري سبيس مش بارتيشن تزيد بيه بارتيشن بالكوماند هذا تقدر تستعمله في حاجه ثانيه الحين بنستعملوه في كريت بارتيشن تيبل وكريت بارتيشن استعملته مره انا بالاكستند بتاع السلاش هذا جديد و ضبط هذاك للروت. اوكي يمكن في كيف تعدل هو في حسب السلايد هنا عندنا كيف نعدله الديسك احنا بنستعمله لكريت اند مانيبيوليت بارتيشن تيبل وكان بي اولسو يوز فور فيو كريت ديليت تشينج ريسايز كوبي اند موف بارتيشنز يعني هو عندك ابيلتيز للديسك فهذا بالنسبه لي كيف تدير بارتيشنينج طبعا البارتيشن هو مازال مش فورماتد ومش ماونتد انا بديره له فورمات نبي نشوف انا طبعا روت نبي نشوف كيف شنو عندي حاجات فندير دبل تاب عندي هما ال الفورماتس اللي عندي كرام اف اس اكس تي 3 2 4 مينكس بي بي اكس فات ما عنديش تبغى نجرب نديرو اكس فات ولا باش نديرو زي اللي في السلايد بالضبط اب انستول بتزيد ريبو تاني مفيش بديل اسمها انا عارفها بالضبط لكن حتلقاها في الدوكيومنتيشن بتاع سنتو اس وغيره لو انت ما عندكش تقول كده بتستعمل الدي ان اف ولا اليوم فانا نبي نستعمل اكس فات فور جست ديمونستريشن بيربسز نبي نستعمل اكس تي 4 اوكي فنبي نعطيها انا ليبل نقول ماي اكس فات درايف اوكي قلنا انه هو سلاش ديف سلاش اس دي بي 1 صح ولا لكن ما نبيش نغلط فنبدي نزيد ندير ال اس بي ال كي باش نتاكد توا ندير ال كي اس اكس فات دبل تشيك كذا مرة ان very easy to break the system يعني متقدرش you can't be too careful ديرو انتر يعني it takes less than a second و لا كيف شتون
جدير دي اف داش اتش مكنتش حيطلع لي لان مش حيدير مونت بروحها. خنشوفو مثلا الاس داش اتش عندي فيه بار 2 خنديرو فيه كي دي ار. انا طبعا روت كان مشروع تبي يكون روت نديرو هو اسمه تسموه اكس فات درايف دايركتري داخل منتي دون ندير بس الثاني عندي اكس فات درايف. ف على طول السلايد اللي بعدها دير ماونت كان من سودو دير سودو نيرو ماونت سلاش دير سلاش اس تي بي 1 الى ال ام ان تي اكس فات درايف ندير انتر. تو انا ندير دي اف داش اتش يطلع لي اس دي بي 1 هنا و ماونت في الام ان تي اكس فات درايف. تو انا نحط اي حاجه في الام ان تي اكس فات درايف نشد في هارد ديسك جديد في بارتيشن جديد ناقصه ماونت الكوماند اللي فوق ماونت دف اس دي بي 1 هذه معناها ديريلا ماونت في الفولدر هذاك بالضبط. انا اعطيتها ماونت انا نبي ندير ماونت ليه ديفايس هو في دايركتوري هو معناه انت تكتب في الدايركتوري هو بيكتب في الاس دي بي بالضبط بيكتب في البارتيشن اللي هو الاس دي بي اي حاجه تصير في هذا هنا ماليش علاقه بالروت دايركتوري بروت بارتيشن تاعي بارتيشن تاعي الدايركتوري هو دول قاعده تقعد في الاس دي بي تقعد مفروض صح مفروض لكن لما تمسح داخل الدايركتوري بيمسح البارتيشن تمسح داخل دايركتوري نفسه. مثلا انا ندير دايركتوري داخله حيمسح لو نمسح نكتبه او نمسح بعدين بيقول ممسح قصدتها اي حاجه فصل دايركتوري هي فصل بارتيشن مذكر. مجرد مابينج. تبدي له ان ماونت بكل سهوله دير يو ماونت سلاش ديف سلاش اس دي بي 1 لما ندير دي اف عاش يطلع لي نجي ندير الماونت مره ثانيه نتاكد يو ماونت تعطي سلاش زف سلاش دي وان. طبعا نقدر ندير له زي ما في ال في السلايد نعطيه الماونت الدايركتري هذاك نعطيه الدايركتري البارتيشنال جيب دي اف نرجع ما عاش مره ثانيه نجي نرجع ندير الماونت مره ثانيه نعطيه الماونت تو دي اف يطلع مره ثانيه نفس الشيء نبدأ نضيف هذه للبارتنين عشرة جيجا هو ذاك في مختلف هذه تستخدم لكن يمكن تقدير لها تقدير لها ماونت بداخل بارتنين لكن مش خش فيها تمام هذه هذه أظن تقدر تدير لكن ما ننصحكش تاخد شوية ممكن ما تمشيش نجربها خلينا نكمل احنا ما ليش لو قلت الأمام تاني ال للدايركتور مثلا زي SDB one زي هنا لا لا زي هنا إيه لو قلت الأمام اللي زي اللي قبلها لا اللي هي إيه ما ترى اللي هي نفسها دي طبعا إيه إنت هنا بتخلي ستورج موجودة جست عليها موجود مجرد زي الإيجكت هذيك زين جيت لكن جيت في الواقع في الكو يدير فكر من هيك تنحي فيه من البص بكر حتى تدير لسه بالكامش هاي طالع فك خدينا بارتيشنينج بارتيشن تيبلز وفورماتينج ماونتينج وماونتينج بس اللي نديرو لسه ريكتري بلس بيس يوز NCDU command NCDU command ما عنديش ندير له install NCDU very easy ولا عندي NCDU command نعطيه slash يبحث يتوى في السيستم NCDU command NCDU space slash فقط يدير لي بحث في السيستم تاعي يشوف لي شنو عندي شنو ما عنديش. عندي اكثر حاجه مستعمله هي user طبعا تقدر تمشي يمين ويسار تخش في حاجات اللي عندك تشوف فايلات من اكبر من اصغر من هذا البوت وبار وهكذا في لايبريز اكثر حاجه اي بي تي ليست
هو اكبر برنامج اكبر فايل. لا في نعم اكبر فايل في الوهاب في الاستجبار في الافتر. شوف اليوزر هنا اكبر فايل هو هذا عبارة عن موديز 108 من قبل وكرن درايفرز نت ايثرنت. هو درايف هو اكثر واكبر درايف وش يسطر فيها. هو يسطر فيها من فوق الارض حتى لما تمشي يمين تخش داخل دايركتوري ويسطر فيك من جديد يعمل اكبر من فوق تمشي يمين ويسار زي دايركت. هذا هو MCDU total disk usage 1.4 apparent size 128 terabyte. ما تركز على هذا معنا المهم انه يدير بحث ويعطيك من فوق ل من داكور من لاصل دير كيو تطلع دير كوماند. في حاجه مش حنشوفها هلبة لكن ضروري تعرف موجودها هي فايل اسمه fstab بسطح ال الحاجة ال partitions اللي هما mounted by default or boot هنديرو بنانو أحسن ctc fstab معنا المفروض مثلا يقدرش يلتين عندنا اللي هما ثلاثة حاجات زايد متاع السديرون نصوص xt4 و swap حتى swap موجود معهم. هذا ال يونيك الفايل بتاعه هذا وين ماونتد تمام ماونتد في الروت هذا نوعه اكس تي 4 ريموت ريد اونلي هذاش بالضبط هذا مش تركز عليها وهذا البارت 2 بتاعنا حتى هو ماونتد باي ديفولت يعني اون بوت لما قلنا دي اف ما نصدش هذيك على خاطر مش ماونت لا نقصد نقصد ان الدي اف البرنامج هو هو يقرا ما يقراش اللي في ستاب يقرا كفيزيكال صح لا يقرا ما نعرفش من وين بالضبط تخزن الليست بتاع الماونت بارتيشنز يمكن يستعمل في الماونت كمان ماونت كمان نفسه بروحه يعطيك حتى الماونت دوين المهم دي اف انها تقدر تحفظ انه يخدم على الحاجات اللي ماونت يعني لو انت هاردسك زي ما كنا بكري مش بارتيشنز مش ماونت مش حيطلع ضروري بارتيشن فورماتد وماونت بس يطلع كان فيزيكال هو قريب لبكري 10 جيج في زاد مش فاكر 6 ولا 10 جيج قدرنا ندف تي اف ما نسيتش ما طلعتش ولا ما طلعتش لان درنا لان كملنا البارتيشن تيبل ودرنا البارتيشن ودرنا الفورمات بعدين درنا ماونت كان هيك في الفيزيكال هو قراها ولا لا ما يقراش الفيزيكال فهذا هو حتى الصواب نفس الشيء سواب وسيديرون نفس الشيء نوع سواب براحة هذا هو يمكن لو درت حاجات يعني زي الهارد ديسك بتاعنا اللي تو درناه لماونتد تبيه يدير ماونت يمكن تزيد عنه هيك طبعا must be very very careful مش متمسحت حاجة من السيستم بتاعك السيستم معاش بيه كيف تجيب Universal Unique Identifier اللي هو هذا يعني مثلا نبي تزيد Partition اللي Mounted بي Mounted on Boot نبي رقمه هو رقمه هو كيف بنجيبه بنجيبه عن طريق Command BLKID نعطيه slash dev slash sdb1 نبي نايل Partition اللي هو مش هنا اللي مش listed مع ما مش Mounted by on Boot فهذا هو يعطي فيها في ال اسم الديفايس ليبل ما نعرفش ليبل قصة يمكن فيها ليمت الاسم وبعدين يعطيني اليو يو اي دي اليو يو اي دي اللي هو كيكبر لا شو اليو يو اي دي بلوك سايز اكسبات بي تايب بارت يو يو اي دي اظني هذا هو لا كان اليو اي دي انا فوق هذا اليو يو اي دي هذا هو هذا اليو اي دي اللي تستعمله كنت بتحطه في
الاف 7 تبقى ريبارت يو يو اي كانت فيه بلوك سايز اكس 4 تايب وهكذا هذا اليو يو اي دي كنا شو نستعمله اليو اي دي هذا تستعمله كانت تبي تحط حاجه في الاف 7 لما تبي تدير لماونت اون بوت انت عيال مثلا ريبوت السر بتاعك تدير لك ريبوت مثلا بقصد او بدون قصد ممكن مساكن كهرباء حاجه زي هيك ما تبيش تدخله برحمك يعني برنامج يسير في الغالي او يقرا من الغالي وحاجه زي هيك ممكن تدير له بوت ماونت اون بوت عن طريق تعديل الليبستاب لكن ضروري تكون يعني حذر جدا موضوع الليبستاب كان مساحه مثلا بتاع الروت اللي تبي تردها بطريقة يعني تبي تعدل على الفايل الافستاب بتاعك والسيرفر المدفوع بطريقة مثلا احبس كلاود درايف ولا تدي لمان عن طريق فيم سوفت وير او بطريقة تانية يكون فيك مجموعة كبيرة من الطرق المهم كل طرق مش مريحة ضروري ما تغلطش في هنا في اي حاجة من الحاجات الخدمية اليوم ضروري ما تغلطش فيها ضروري تتأكد وتاخذ وقتك تاخذ راحتك متأكد أول من اللي تبي تدير وثاني متأكد إن اللي تبي تديره هو اللي صار. مش مهندس. نعم مش مهندس. إف ستاب ما فهمتهاش إف ستاب ممكن هو كاتب عليها هو عطينا حاجات إف ستاب ستاتيك فايل سيستم إنفورميشن وقال حتى إن البي إل كي آي دي هو اللي يعطيك اليونيفرسال يونيك ايدنتيفاير فمساعدنا في الكومنت يعني قلت لهم شو فكري ايش وظيفتها ان دير ماونت شوف هاي السيستم دي جنريت ماونت يونتس بيست اون ذس فايل يعني هنا اول ما يولع السيستم بدير ماونت للحاجات هي اللي مكتوبه في الاف ستاب باليو يو اي دي تاعهم وين ما نبيهم نديروا ماونت شفت انا هذا الروت بارتيشن هذا اليو يو اي دي تاعه وهذا وين الماونت بوينت بتاعه ومعلومات ثانيه عليه بعد تقول السيستم انه يدير ماونت للبارتيشن هو في المكان هو يعني زي انت تقول ماونت للاس دي بي ايه اس دي بي 1 درنا له ماونت في سلاش ام تي سلاش مطفي ونولعها في جديد مش حيكون ماونت لان انا ما حطيتهاش في الاف ستاب لكن هو حيكون ماونت زي مثلا بارت 2 حطيت الاف ستاب باش يبدا ماونت يمكن في حتى طرق ثانيه وطبعا تقدر تدير حتى مثلا كرون جاب اون ريبوت ولا اي حاجه زي في مجموعه كبيره من الطرق لكن واحده منهم من تديرها في الاف ستاب الاف ستاب هذه الطريقه اللي بتاع البارتيشن بتاع السيستم يدير في ماونت عن طريق الاف ستاب تقدر تديرها للبارتيشن الثانيات وتقدر تستعمل طرق ثانيه لكن بالنسبه للسيستم ضروري هذه الطريقه فاحنا تو اللي قلناها هذه اليو يو اي دي انك تضيفها في الاف ستاب على خاطر عشان تطفي وتولع يقرا منها يعني ما درناهاش كنا بس نعطيك فكره انه موجود الفايل هو وكيف تجيب له يو اي دي وكانك نسيت اي حاجه تخلص الاف ستاب نفسه كاتب لك انه بيركي اي دي هي تعطيك اليونيك ايدنتيفاير وانه اذا تساعد قال لك انه جنريت ماونت يونت بيست اون ذيس فايل انت تبي تحفظها انه هو الحاجه اللي مكتوبه هنا ديرها في ماونت باي ديفولت واحده منهم السواب باش ما تعباش الرام بتاعي ويقول السيستم ولا حاجه زي نزيدو ناخدو على كوماند ماونت درنا بيه ماونت طبعا لكن ديرها ماونت من غير اي ارجومنت يعطيك الحاجات اللي ماونت الاساس مجموعة كبيرة من الحاجات كلها موجود في السلايد السلايد على السيرفر مجموعة كبيرة فمرتب يتفلتر انت اول حاجة كتب هو تقدر تفلتر عن طريق مثلا برنامج جريب كنا نعرفوه انه مثلا نكتب اس دي تو اس دي بي تو ديروا له داش اي لا باش يولي اس 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 نعم ما هو اسمه سلاش دي سلاش اه طالع هو نزلته شويه ايوه اس دي بي 1 ايوه مش اس دي بي 2 ايوه هذه ف تقدر تفلتر عن طريق برنامج كريب او اي برنامج ثاني يمكن يدير نفس الوظيفه اللي تستعمله
وطلع يعني تبحث لأن الماونت كمان فصلها أكبر كبير شوية فيمكن تضطر تبحث على كنت هذه يعني كل شيء الماونت والأماونت وكيف تستعمل MKFS والإفستاب والBKID يعني إحنا من لو تو نعرف نستعمل ديف نعرف أمتى شنو يطلع ديف وشنو ما يطلعش نعرف نستعمل ديو والNCDU والSBLK باش نوري البلوكس كلهم حتى اللي مش مونتد ومش بارتيشن ونعرف أمتى نديرو تارجت للديسك كله وأمتى ندير تارجت لبارتيشن معين ونقدر ندير ليست لجميع الديسكس في بارتيشن عن طريق الديسك داش ال هذه يمكن مدرناهاش بروح على فعندي تظهر ديسكات في هذا 6 وحدات وهذا ال SDB1 يعطيني حتى disk label type ال partition table type ومعلومات إضافية تانية هذا disk table type دوس PR معه اللي هذا disk label تاني هو 120 جيجا بايت ومعلومات تانية زي sector size IO size وهكذا هذا FDS داش إل تقدر تستعمله حتى هو اللي يعطيك أوتبوت إنستغرام أخذنا الماونت وكيف نفلتر الماونت وكيف ندير أنماونت ندير أنماونت زي ما قلنا عن طريق يا اسم الديفايس يا الديركتوري وين ما هو ماونت تقدر تدير أنماونت بطريقة ثانية ماونت وتقدر تدير بارتيشنينج عن طريق الـ FDS زي ما قلنا بكري وتعطيه الهول ديسك ال device name تاع الهول ديسك لما تبي تدير partitioning partition table وهكذا زي ما في السلايد بالضبط اخذنا كيف تزيد expat support وكيف تدير make file system للexpat وتقدر تدير حتى ext2 3 4 زي ما قلنا احنا تدير مثلا mkfs dot تدير double tap كان انت عندك ال auto completion يوريك انت شنو عندك هنا في السيستم انا عندي bfs و ext من 2 لل 4 واxpat cramfs ومن ax تبقى أي حاجة تانية تقدر تزيد عن طريق الابت أو تبحث على اللي حسب أنت شن حاجتك بالضبط طبعاً فايل سيستم ديرنات كريت الهيكول في اللي يدعم في فايلات أكبر في اللي فايلات أصغر في اللي حجم ديسك أكبر أصغر ما نعرف بتدور أنت شن اللي يمشي معك اللي يخدم في فايلات السيستم اللي يخدم في غيرهم وأنت بتدور شن اللي ماشي معك في الحاجة خلينا كيف ندير مونت الديركتوري كيف ندير المونت وخذنا الـ NCDU command باش تشوف this directory is by space used وبدير وخذنا آخر حاجة كيف نديره auto mount partitions عن طريق الـ FSTAB وإن السيستم يدير في يستعمل في الـ FSTAB باش يحط الـ partitions بتاع السيستم زي الـ root partition وغيره تقدر تضيف عليه عشان يستعمل ما يستعملش في اسامي الدفس يستعمل في الـ unique universal identifier كيف طلع الـ unique universal identifier عن طريق الـ BLKID دير بي كي اي دي ونعطيه سجل في اس دي بي 1 يعطيني اليونيفرسال يونيك ايدنتيفاير بتاعه فهذا هو باذن الله بالنسبه للسيشن 3 اللي ما قدرناش نديرها كلها في يوم في سيشن واحده امس فهذه هي بارت 2 بتاعها باذن الله هيك كله كملنا بالنسبه اليوم نبيكم لكن تحاولوا تجربوا اللي استعملناه اليوم اللي تعلمناه اليوم ودربنا عليه المدة اللي فاتت بطريقتك انت ما بين ما نزلت بدنا لها assignments اليوم يقضوا الصبح نحاول ننزل assignments اللي كل اللي اخذناه لتو وانت تسير جواب انك انت تتبع assignments بتاعك واي مشكلة واجهتك تقدر ترسلني هنا عن طريق الايميل ولا واتساب ولا يوتيوب ولا لما تجي السيشن اللي بعده الانذار هو نقدر مثلا ندخل فلاش عادي هيك ونخش نفس الشيء يمشي على اي حاجه على اي حاجه ايه على اي حاجه يمشي تقدر حتى تكريت من داخل حتى على كان عندك فري سبيس كان عندك فري سبيس تقدر تجيب بارتيشن وغدوه تنزيد نوريك على موضوع الاكستنشن والشرينكينج مش غضوة لا حد حد راح يغضوة دي ما قلت بها
كل يوم غضوا بإذن الله تكون أسايمنت على السيرفر أعطيكم لينك في الواتساب وفي شوية نوتس أعطيتهم لي أمس الإجابة بتاعهم اليوم إن شاء الله تعالوا على أحد نعم مسجلها يمكن مسجلها هي ناس هذا بتقطع حتى كمان دنيا جاي طلع لي سلكت انترفيس واحد نبي نفهم يعني شدي لي أنا حسب حاجة لعلاقة كورت البوكس تدبش لا 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 إيه نبي حاجة لعلاقة إن شاء الله نفتح كذا وأنا أنت وتفهم أنت تقدر نجيب الدنيا تمام من اللي رد عليك انا مش هبقى نقص متاكد انك كتبها انت ورقه يا يلا سلام عليكم.